قال حيدر بغمي الموت ما سرعت خطايت بين لحظة ونظرة شخص تنهي حياته طرفة العين يصبح كان ما عاد يا ليت ما يفيد الراجع الإنسان ساعة ما ماته المقدر مقدر والعمر فيه توقيت لو كمل عمر واحد وسط تربة رفاته قال حيدر بغمي الموت ما سرعت خطايت بين لحظة ونظرة شخص تنهي حياته غرفة العين يصبح كان ما عاد يا لايت ما يفيد الرجال إنسان ساعة ما مات المقدر مقدر والعمر فيه توقيت لو كمل عمره واحد وسط تربة رفاته سنة الله وانت خبر بما فيه سويت خير أو شر تعمل بتحصل جزاته أنعي الشيخ ناجي ليه ينموت أكفايت تبت البيت تبكي وتنعي في وفاته لا تصيح تليح راح يا ريت رديت القدر شل روحه ما سمعت الخبر قلبي تقطع وأنايت قلبي يحزن ودمعه تنسك بيوم جابوه لكن إنه مقدر ما قضى الله لباي كلنا في طريقه خط واحد بذاته مثلنا يا خليفنا خط دمعك وصباي هيهات ننسى من فاقدنا خيرة القبر روضة وأنسه بعد من هاي أصله بين الدنيا انقطع موصلاته ادخله جنة الفردوس يا الله ذي ساي واكرمه وانزله في طلع أخضر نباته والهم عياله الصبر وابن عمه وشامه وفقهم من يكونوا مثلنا تلهمهم الصبر صبر من عندك أعطاي واهدي وليد الخير ربي واحسن عزاته